نزيلة بالسجل المحلي أيتملو الجوج، حاصلة على الإجازة في شعبة القانون الخاص، والآن طالبة بالماستر شعبة المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، وكندرس بالسنة الثانية علوم اقتصادية بجامعة ابن زهر. حصلت على جوج ديال لي ديبلوم في التكوين المهني، الدبلوم الأول في شعبة الخياطة والثاني في شعبة الحلاقة. كندرس بداخل المؤسسة السجنية وكنعمل كإطار بمحو الأمية، اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يعاوني إن شاء الله بإذن الله ما تبقاش الأمية بالسجن المحلي أيتملو الجوج. بالنسبة لهذه الجامعة الخريفية فأنا جد مسرورة، وهذه المرة الثالثة اللي كنحضر بالجامعات في السجون اللي كتكون في إطار أنسنة السجون، وكنشكر السيد المندوب وكنكن ليه كل تقدير واحترام على هاد المجهودات اللي كيبذلها، اللي كتعطينا طاقة إيجابية وكتعطينا وكتمنحنا واحد الروح جديدة باش أننا نواصل ونزيدوا القدام. واللي كنطلب جميع النزلاء والنزيلات بالمؤسسات السجنية بالمغرب وأن تكون عندهم العزيمة باش يطوروا النفس ديالهم باش يزيدوا القدام. بالنسبة لحياتي اليومية داخل السجن فهي عادية، يعني كنحس براسي أولا كنحاول أن ندير كأنني جالسة في الدار، يعني نقاد بلاصتي نشوف شنو غادي ندير، نقرا شوية، نمشي ندير الدروس محو الأمية، كنستفد كذلك من الأنشطة اللي كتكون عندنا في داخل المؤسسة السجنية، يعني نقدر نقول بشكل عام حياة عادية. فقط اللي كيكون خاص هو داك التواجد ديالي مع العائلة ديالي الصغيرة والكبيرة، ولكن عموما الأمور مزيانة اللهم لك الحمد. أنا نزيلة في سجن عكاشة عين سبع جوج، محكومة بسنتين، استفدت من الكورسوس يونيفرسيتير ديال السجن. كان السجن استفدت منه أنه بدل ليا كاريمون الالتيرناتيف يونيفرسيتير ديالي، كنت واحد الإنسانة سيونتيفيك، ومنين دخلت للحبس عرفت لامبورطانس ديال لا لوا، ديال انك تعرفي لي ليجيسلاسيون، تعرفي لي دوفوار لي دووا ديالك. دوكو خديت بكالوريا في القانون، وجانفيزاج انني نكمل لو كورسوس يونيفرسيتير في القانون. و في السجن سورتو استفدت بزاف د الامور، دي فيت كو لو كور ديال الاداره كيمنحك بزاف ديال الامور، كيعاونك بها اون طونك المراجع، اون طونك لانسكريبسيون كتكون ساهله، اون طونك الوقت ديال المراجعه والوقت فاش كدوزي الامتحان كيحاولوا انهم يتعاونوا معاك لو بلوس بوسيبل دون لي ليميت بيان سور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.